مجرد النظر إلى أرقام الإحصائيات يبعث بالملل وتصعب دراستها بالشكل الصحيح. ومن أصعب وأعقد المجالات الإحصائية هي تلك المتعلقة بإحصاء السكان ودراسة المجتمعات والدول. لذلك قام المختصون في هذا المجال بابتكار فكرة الهرم السكاني، والذي يسهل دراسة وفهم هذه المعطيات بطريقة متاحة للجميع تقريبا. الهرم السكاني هو تتمة لنموذج التحول الديموغرافي والذي ناقشناه سابقا، وهو مهم لفهم محتوى هذا الفيديو. هذا الهرم كما قلت هو طريقة لتحويل الأرقام إلى أشكال مبسطة، ويستطيع أن يوضح لنا نسب الأعمار والفئات الاتكالية وما يقابلها من معدل الخصوبة الكلي ومستوى المعيشة وتاريخ الدول والمشاكل التي تواجهها. يقسم السكان في أي دولة أو مجتمع إلى فئات عمرية، عادة ضمن مدى 5 سنوات، على اليمين الإناث وعلى اليسار الذكور. في الأسفل نجد الأعداد التي تمثل هذه الأعمدة بالآلاف أو الملايين. عادة ما يقسم الخبراء السكان إلى 3 أقسام. القسم السفلي هو قسم الأطفال الغير ناضجين، وهي كذلك الطبقة الغير منتجة. القسم الأوسط هو المرحلة المنتجة بين 65 و60، والمرحلة النهائية حيث تكون المرحلة المتقدمة في السن، والتي غالبا ما تكون اتكالية، وأحيانا هناك تقسيم آخر معتمدا على الخصوبة وإمكانية الإنجاب. أيضا نجد المرحلة السفلى حيث تكون ما قبل إمكانية الإنجاب، الطبقة الوسطى والتي تكون بين 45 و45، وهي التي تتمكن من الإنجاب. أما المرحلة الأخيرة فهي الكهلة والغير منتجة. الآن ماذا نستطيع أن نفهم من هذه المعطيات؟ نستطيع أن نفهم الآن بكل بساطة مستوى وسرعة نمو للسكان. الشكل الذي يشبه الشجرة يبين نسبة ولادات كبيرة مع وفيات كبيرة أيضا، بحيث لا تستطيع الأجيال العيش طويلا، وهذا يقارن بالمرحلة الأولى والثانية في نموذج التحول الديموغرافي. الشكل المثلث فيه أيضا نسبة ولادات كبيرة مع نسبة ولادات أقل من سابقتها، ومن الممكن تنسيبه إلى الثورة الصناعية والإقبال على التكنولوجيا. شكل القبة معناه هناك استقرار في النسب، وعدد الولادات كل سنة هو متقارب ويدخل ضمن المرحلة الثالثة في النمو الديموغرافي. ومن الممكن تعليله إلى النسبة العالية للتحول من الريف إلى المدينة، حيث التمدن وصعوبة المعيشة يحول دون اللجوء إلى الأكثر من الأولاد. وقد تكون هناك أسباب أخرى، مثلا فرض الحكومات على تحديد النسل مثل ما يحصل في الصين وتشيلي. ونلاحظ هنا أيضا أن أعداد الأعمار المتقدمة أكبر، وهذا يدل على وجود رخاء اقتصادي وخدمات صحية متقدمة تمكن من العيش أطول. الشكل الذي يشبه المربع معناه بكل بساطة انكماش في السكان، وهذه عادة ما تحصل في دول العالم الأول، حيث مستوى المعيشة العالي بشكل كبير وفرص العمل للنساء خارج البيت أكبر، وهذا عامل مهم لا يمكن تجاهله، بل وربما نلاحظ تقلص السكان مثل ما يحدث اليوم في اليابان. الآن فلندرس بعض الأمثلة لعدد من الدول لكي نفهم ظروف كل منها. هذه هي صورة لسكان كينيا، وهي من الدول المتخلفة في يومنا هذا. نلاحظ جيدا نسبة الولادات الكبيرة والتي نفهمها على وجود نسبة عالية من السكان يعيشون في الريف، مع عدم تمكن معظم المواليد الجدد من بلوغ سن النضج. كذلك نلاحظ عدم وصول الأجيال إلى عمر الشيخوخة، وهذا دليل على عدم وجود خدمات صحية كافية للسكان. وعلى عكس كينيا نلاحظ هنا صورة اليابان. لاحظ كيف أن نسبة كبيرة من السكان وصلوا الآن إلى مرحلة الشيخوخة وتظهر جليا قلة الولادات. هذا معناه نسبة تمدن كبيرة مع خدمات صحية متطورة. بالتأكيد هناك انكماش في السكان، إذ لا يستطيع الجيل الجديد من استبدال القديم. بالنسبة إلى الدول العربية، إليكم هذه الدول الثلاث: الإمارات والبحرين وقطر. ألا تلاحظون وجود أمر غريب هنا؟ لماذا تعداد الذكور كبير وخاصة في مرحلة البلوغ؟ تبين هذه الإحصائية على وفود أعداد غفيرة من العمال المهاجرين إلى هذه البلدان للعمل، والذين يغادرون بعد سن 50. والآن إليكم بعض الأمثلة من الدول الأوروبية والتي شاركت في الحرب العالمية الثانية: روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. هذه الدول تعتبر من الدول المتقدمة، حيث هناك استقرار في الولادات مع احتمالية كبيرة في الوصول إلى أعمار متقدمة. لكن ما يثير الاهتمام هنا نسبة الذكور الذين تجاوزوا 75، حيث أن أعدادهم أقل من أعداد النساء في نفس العمر، وهذا أمر واضح جدا وخصوصا في روسيا. هذه الإحصائيات تبين الكم الهائل من خسائر الجنود الذين ذهبوا ضحية أقصى حرب شهدته البشرية لحد هذا اليوم.